جبت واحدة جيد زيد. مش عارف هيكون طعمها ايه بس يعني شكلها كويس. ثانك يو. ومن دجاج كنتاكي التايلاندي. مستر كنتاكي تايلاندي جبنا البتاع ده وهاكله وهدوقه واقول لكم الاخبار. مولع حر. وفيديو مش هتشرطه. الله. انا بضيع، انا بنهار يا انتصار، انا بضيع يا وديع. انا مش هتشرطه قوي، مش عارف اعمل ايه. حلوه بس مش هتشرطه. عم عمال تدمع. عارف لما تبقى تاكل حاجة حلوة عجباك بس في نفس الوقت بتعذبك. هي الفراخ دي كده جميلة. لكن في نفس الوقت بتتعذب وانت بتاكلها. على رأي اللي قال الحب عزاء اسمها ايه؟ جي زيد. هنا هو انت بتحب الحاجة مش هتشطة؟ هاتها بس خلي بالك ممكن يجيلك دي غطة. هي حلوة بس يعني هم مفترين دي في الشطة كده مش حلو. هم تعملها ميكس بالكاتشب تعمل لك دماغ حلو قوي. ف فراخ مش هتشطة عليها طبقة ليمون كده صوص ليمون طلع صوص كاتشب. تعمل دماغ كنتاكي وانت في تايلاند. ف حلو. غير عندنا في امريكا يعملوا منيو زي كده مالتي ناشونال يعني غيروا الطعم شويه بتاع انت في امريكا الحاجه مش حلو يعني. ما كلتوش كتير غير مره او مرتين في حياتي في سنين طويله عايش في امريكا. ف كنتاكي التايلاندي احلى. تم القضاء على الفراخ وتم القضاء على بق اللي اتشطشط دلوقتي اللي عمال اشربه في ميه. هو ده علاقه ليه علاقه بالتنين والنمر اللي انا لابسه. ف ميه التنين برك وكنتاكي حاطط شطة التنين في الاكل. يوم التنين العالمي. أشوفكم الفيديو الجاي.